رمضانية كبيرة لكل مشاهدي برنامج صندقته. أكيد اليوم متواجدين في مول زيونة. اليوم حلقتنا تختلف تماماً، أسئلتنا كلش سهلة مثل ما تعرفون، أسئلتنا دائماً تكون مضحكة وتحشيشية بعيداً عن الأجوبة العلمية. أكيد اليوم نلتقي ويا عوائلنا المتواجدين في المول ونشوف منو حيفوز ويانا ومنو راح يخسر. خليكم وياي. مستمرين وياكم متابعينا، اليوم حلقتنا غير ونلتقي ويا شبابنا. مرحبا. مرحبا. رمضان كريم. رمضان كريم على الجميع. اسم حضرتك؟ كرار. كرار. وانت اسم حضرتك؟ علي. علي. علي، شنو سالفتكم اليوم اثنينكم لابسين احمر؟ طبعا هذا صدفه من البدايه. ثاني شغله يعني هو الاحمر حلو. نوع من الغير. الاحمر حلو. اكثر شيء مرغوب له. انت ليش لابسه بنفسجي؟ ليش لابسه بنفسجي؟ الصدفه. يلا انت ارحم. اوكي، شلون تشوفون رمضان هاي السنه؟ رمضان حلو الحمد لله، الاجواء يعني مالتها طقس ملائم يعني احسن من السنين المضت. هواية فرقة كحسن. ان شاء الله دائما وبالتوفيق لكم. احنا برنامج صندقته راح اسالكم سؤال، اذا فزتوا وياي راح تفوزون جوائز او من هاي. شنو هي الجائزه بالله؟ غير اسالكم سؤال بعدين. لا والله شردتني من جائزه. شنو؟ اوكي، خلي المايك يمكم. اوكي، سيناتكم بيناتكم خلوها. اوكي. سؤالي يقول، ما هو قمه الهدوء؟ انت تتكلم جد؟ السكوت. لا مو السكوت، انا ما اريد اجابه علميه. يعني اريد اجابه هيك مال البيت وهيك كذا يعني. تعطوني اجابه هيك تحتيجيه مضحكه. السكوت. الرضا. لا السكوت. جاوبني بتحشيشه. لانه مثلا بنيه بالبيت تحكي امه ترسم عليها حلقه تصير سكوت تمام. ما مسويتها بيك امك؟ لا. ما عرفتك والله، ما عاش هاللحظه العادية. لا مرات قال. بس المايك؟ الاخ علي قال اسكت. مو؟ لا مو هذا. قمة الهدوء. ما هي قمة الهدوء؟ النوم بالليل، واحد ينام بالبيت كله يصير سنطر. بس اذا واحد مكبل يبقى قاعد الليل. لا مو انت، يجوز اكو بيت لا عندهم اطفال ما ينامون مثلا. مثلا صح صح. مثلا انت عندك اطفال ما ينامون؟ الحمد لله بعدني. الحمد لله شكرا. بعدش عانس. هم يريدون يسالون من عندي مو انا. اوكي شكرا لكم. يا شيخ مربح نفسي؟ لا طبعا، غير اريد اجابه مقنعه. زين اوكي، انا اسال السؤال واذا ربحت انا اعطي جائزه. شلون والله ويا جوي. ما بيشي. لا لا يلا راح اغير. لا 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 انا اعطي السؤال واعطي جائزه والله. هاي قدام الكاميرا. كلمتين عيدها ورايا. اوكي تحدي مثل ما تريدين. يلا. قولي هي بسيطة. قولي هي. شنو اقول؟ هي بسيطة. عندش نك مايك. هو صار مقدم وديطين المايك. يلا يلا اوكي. قولي هي بسيطة. هي بسيطة. بس ما تستبسطهاش. بس ما تستبسطهاش. شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله بخير مشتاقينك. ها؟ لا عيني لا. اوكي اعطيك كلمة ابسط من عندها. ايه. وهي المنهخية. وهي المنخية. يلا حبيبتي روحي من غير تجينا علينا. سلام. عيوني. اذا باقي منا ربع ساعة يمكن انا اخذ شو لقاء لان عندنا برنامج هنا. حلو اوكي. يا قناة قناة الديار. على راسي حبيبي تشرفنا. اكيد مشاهدينا لازلنا متواصلين وياكم ونلتقي مع 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 شباب دي ينهزمون. مو؟ يلا خليكم وياي. مرحبا. أنا سهل. مرحبا. رمضان كريم. رمضان كريم. شلون الصحة؟ الحمد لله على السلامة. شلون تشوف أجواء المول برمضان؟ والله أجواء برمضان تكون أجواء المول خاصة لها نكهة خاصة يعني. نعم. تشوفين العوائل تتردد وراء الفطور. وهذا الوقت اللي بعد التسعة خلينا نقول حد الساعة 12 أوقات متأخرة تختلف عن باقي الأيام، وخاصة برمضان يعني لها نكهة خاصة تختلف عن باقي الأيام. نعم. زين رمضان هاي السنة أكو اختلاف بين السنين اللي فاتت؟ والله احنا نقول دائما نتامل خير، دائما نقول افضل، دائما نقول نرتقي نحاول للافضل. خلال نشوف اجواء يعني افضل من السنوات السابقه، اذا تحس انه اكو طعم صار، اكو امان، اكو استقرار،
افضل السنوات السابقه. ان شاء الله دائما قبل كانت عندهم شويه تخاف تلتقي العوائل، تخاف تجمعات هيك اماكن، لا الحمد لله هاي السنه اكيد يعني الوضع صار امان والحمد لله. ان شاء الله يا رب تدوم وتصير احسن. عندي سؤال لك، سؤالي يقول ما هي قمه الهدوء؟ ما هي قمه الهدوء؟ قمه الهدوء؟ سؤال ثاني. زين أقدم حيوان على وجه الكرة الأرضية. أقدم حيوان على وجه هو المعروف إحنا اللي كنا نعرفه الديناصورات، بس أعتقد حيوان ثاني. أكو أكيد. الحوت. أعتقد الحوت. لا. أوكي شكرا لك لمشاركتك ويانا. أكيد حبايبنا ومشاهدينا لازلنا متواصلين وياكم في مول زيونة وبرنامج صندقته. معكم أعزائنا المشاهدين ونلتقي مع العائلة الموجودة هنا. مرحبا ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلينا. شلون الصحة؟ بس شوية صير أوكي تمام. رمضان كريم شلونك؟ أوي يمه بتولي الضحكة وتستحي. رمضان كريم شو اسمك؟ أمير. ها؟ أمير. أمير وأنت شو اسمك؟ شلون قاط هذا؟ شنو هاي؟ طالع عنيق اليوم. شلون رمضان هاي السنة؟ والله حلو، نطلع نطلع الجهاز. دائما تطلعون كل يومية؟ دائما ورا الفطور نطلع. اها حلو. تعاي لزمي هات. راح اسألك سؤال، ان شاء الله تفوزين ويانا بجوائز. سؤالنا يقول شنو سالفتك اليوم ويانا؟ سؤالنا يقول أقدم حيوان على وجه الكرة الأرضية. سؤال بسيط تنطيني يعني ما اريد اجابه علميه، اي شيء تعرفين احكي لي. معليش هات. اقدم حيوان على وجه الكره الارضيه. ارنب. لا. ها شبيت. كنغر. لا. زين سؤال يعني راح ابسط لك، الكنغر وين يخلي ال وين يخلي ابنه؟ حضنه. حضنه؟ هو هذا شو يسمونه؟ الحزام يحط له. هذا الحزام شو يسمونه؟ هو البيت ماله. بيت ماله. بيت الطفل ماله. اوكي يلا احس حبي لنا ظرف من هاي الظروف حتى تفوزين ويانا بجائزه. هاي. واحد؟ ايه واحد. يا يلا سحلنا اياها. اوكي طبعا الاخت فازت ويانا معالج شعر زائد اكسسوار من ميلينيوم صالون، عنوانهم صاير بالمنصور شارع مول بابلون فرع كباب نينوى. مبروك عليك وبالتوفيق يا رب ان شاء الله تزوريهم وتروحي لهم وتنارضات. شكرا حبيبتي. ايش بيك اليوم ويانا؟ تعالي انطيني بوسه يمه فيديو. حبايبنا المشاهدين ما زلنا متواصلين وياكم، نلتقي مع عائله ثانيه. مرحبا. هلا ومرحبا. رمضان كريم. رمضان شلون الصحه؟ الحمد لله بس. مرحبا. رمضان كريم. نعم؟ ايش رمضان علي كريم علينا؟ شوي عللنا صوتك. رمضان كريم علينا وعليكم الجميع ان شاء الله. يا رب ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق ورمضان سعيد وكريم ان شاء الله كل ايامكم افراح. حبيبتي راح اسالك سؤال، سؤالنا يقول ما هي قمه السكوت؟ يعني قمه الهدوء او قمه السكوت؟ اوكي شكرا لكم لمشاركتكم ويانا حبيبي. اكيد متابعينا مرحبا. مرحبا. رمضان كريم. رمضان عليك. شلون الصحة؟ الحمد لله. ايش بيك واقف وتريد تتعارك؟
لا لا ما تتعارك؟ متأكد؟ علي ما تعارك. ها شلون رمضانك؟ لا زين. زين؟ متأكد؟ هاي السنة حلوة لو السنين اللي فاتت؟ نفس الشيء. نفس الشيء؟ ماكو أي فرق؟ لا لا. ها إن شاء الله الدوم يا رب، إن شاء الله تكون أيامك حلوة وسعيدة. راح أسألك سؤال، ما هي قمة الهدوء؟ قمة الهدوء، ما أريد إجابة علمية. جاوب نفتح شيشة. ما أعرف. ما تعرف؟ أوكي شكراً لمشاركتك. شكراً للأخ، أكيد حبعدنا نلتقي مع العوائل اللي هنايا. مرحبا رمضان كريم، شلون الصحة؟ الحمد لله إن شاء الله. اسم حضرتك؟ اسمي علاء. علاء شلون تشوف رمضان 2019؟ والله الحمد لله زين. زينة؟ إن شاء الله الحمد لله. إن شاء الله. شنو الشيء اللي شفته بديك السنة وهالسنة يعني صارت أحسن؟ والله نفس الشيء يعني، أنا صراحة أنا ماكو فرق. لا ماكو فرق. أها أوكي، سؤالي يقول ما هي قمة الهدوء؟ ما أريد إجابة علمية. الهدوء يعني الصمت. أوكي الصمت كلنا نعرف هذا الشيء، انطيني إجابة يعني إجابة هيك مضحكة. يعني يكون إنسان هادي. إنسان هادي. لا ما هذا الجواب. نقول عصبي؟ لا. أوكي شكرا لك، مرحبا. أهلا وسهلا. سمعت سؤالنا يقول ما هي قمة الهدوء؟ الهدوء هي الراحة النفسية. قمة الهدوء. قمة الهدوء. هو الملك الإنسان إذا كان قمة هدوء هو ملوك عايش. أوكي شكرا لك، مرحبا. شلونك خالة؟ رمضان كريم عليك. علينا وعليكم إن شاء الله. دوم يا رب. مرحبا. شلونك حبيبتي تنداري للكاميرا؟ شلونك؟ تروحين للمدرسة؟ يا صف أنتي؟ ها بعد أنتي صغيرة؟ خالة راح أسألك سؤال، سؤال يقول أقدم حيوان على وجه الكرة الأرضية. شلون؟ أقدم حيوان على وجه الكرة الأرضية. فرس؟ فرس؟ لا أريد إجابة هيك يعني، إحنا دائما نتمر على النهاية الإجابات بس أكيد يعني ما نحسبها في يوم يصير سؤال ويسألوها من عندنا. إن شاء الله هي يمشي المشاركة ونشوفكم إن شاء الله بخير. حبيبتي بدل قلبك خالة. معكم مشاهدينا ومرحبا. مرحبا كل اهلا. عين عليك ان شاء الله. صحة. نعمة بخير. ان شاء الله دوم يا رب. الله يحفظك. سؤالي يقول ليش ما يزرعون تين بالارجنتين؟ عيدها؟ ليش ما يزرعون تين بالارجنتين؟ ما يحبون ذاك الاكل هم. خوش اجابة. زين شكرا لك، مرحبا. مرحبا. شو اسمك؟ اكرم. سمعت السؤال؟ سمعته. شنو الاجابة؟ ما له جواب. ما عندك؟ ما له جواب. شلون ما له جواب؟ لعد ليش سألتك؟ هو قلت ما له جواب. اوكي شكرا. مرحبا. تعرف الإجابة؟ وأنت؟ وأنت؟ وأنت تعرفون الإجابة؟ لا سؤال ماكو. لا. هو عندي سؤال بس أنا أخبط وياهم ما أسألهم. مرحبا. أهلا وسهلا. رمضان كريم. شلون الصحة؟ مرحبا. مرحبا. رمضان كريم عليكم. شلونك عمو؟ الله يسلمك. شلون رمضانك؟ والله الحمد لله خير. خير؟ خير. سؤالي يقول ليش ما يزرعون تين بالارجنتين؟ تين؟ أمو عطل عليه. ليش ما يزرعون تين بالارجنتين؟ بالارجنتين؟ يعني مو حار. لا ما أريد إجابة علمية. ها. تحشيشة. خالة أنت تعرفين الإجابة؟ تعالي لنا هنا يا بلا زحمة. الأرجنتين مو بلد زراعي. ليش ما يزرعون تين بالأرجنتين؟ مو بلد زراعية. ليش ما يزرعون تين بالأرجنتين؟ ما أريد إجابة علمية. ما أريد. أوه تعال. نعم الإجابة شنو؟ دولة لاتيني. أوكي وهي هاي الإجابة اللي أريدها. مبروك عليك فزت ويانا. أسحب ظرف من هاي الظروف. افتح لنا اياه. اوكي
الأخ فاز ويانا من يويوسو منتجات كورية. طبعا هذا الضرب بمبلغ مالي تروح لل يويوسو تنطيهم إياها الكارت، ينطوك الهدايا أو الشغلات اللي تشتريها من عندهم بهذا المبلغ. عنوانهم صاير بشارع 14 رمضان بمجاور في ثاني. نعم مبروك عليك. مشاهدي برنامج صندقته، خليكم ويانا ونلتقي مع العائلة اللي هنا. يا مرحبا رمضان كريم. ما تسمع او انت زوجها رمضان كريم عليك. شلون الصحة؟ والله ان شاء الله دوم يا رب بخير وبصحة وجيدة. هذول اطفالكم؟ نعم ربي يحفظ لكم اياهم. نعم عندي سؤال. سؤالي يقول ما فائدة الأذنين؟ شنو؟ ما فائدة الأذنين؟ 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 أكيد نسمع بها. لا أريد إجابة مضحكة، ما أريد إجابة علمية. ناكل بيهن مثلاً؟ لا نتعشى بيهن. لا شنو فائدتها؟ فائدتها نفكر بيهن. نفكر بالأذن. والله حلوة. تعرف على ذكية بس ما تفهم. يلا اوكي أيوة. راح نفوزها تمام. خلي تسحب ضرب. اسحبي ضرب. يلا افتحي لنا اياها. انتني اياها. طبعا الاخت فازت ويانا بوفية السحور مجانا من مطعم بلازا. عنوانهم صاير بالمنصور شارع الرواد عمارة المنصور بلازا الطابق الخامس. مبروك عليك. مبروك عليكم. ان شاء الله بالهنا عليكم يا رب. أهلاً بكم مشاهدينا ومشاهدي برنامج صندقته بهذه الأجواء الجميلة ورمضانية من موزيونا. نلتقي مع الأخت هنا. مرحبا. مرحبا. رمضان كريم. رمضان كريم. شلون الصحة؟ الحمد لله زين. أنت بالمدرسة؟ يا صافي. تاركة. تاركة؟ تعجب تاركة؟ ست الأخر تعجب. من يا مرحلة تركتي؟ سادس. من سادس؟ علمي؟ لا ابتدائي. ابتدائي. إن شاء الله ترجعين للمدرسة وتدرسين. عندي سؤال لك. سؤالي يقول ما فائدة الأذنين؟ اسمع بيهن. لا مو هاي. أريد إجابة عادية يعني مو إجابة علمية. يعني شلون؟ يعني شلون؟ غير أنا إيش ما أدري شلون؟ غير أسألك. شنو فائدتهن؟ شو تسوي بيهن؟ نسمع بيهن. بس؟ ما في غير شيء ثاني؟ نسمع بيهن و ناكل منهن؟ لا. لا نفكر بيه؟ ايه. لا لا لا. يلا شكرا لك حبيبتي. يلا. اكيد مستمر وياكم يا مشاهدينا. مرحبا. رمضان كريم. شلون الصحة خالة؟ حبيبتي. خالة احكي لي عن رمضان يعني السنين اللي فاتت ورمضان هسه، شنو الفرق؟ ماكو فرق؟ يعني سابقا شلون كان رمضاننا؟ قبل 10 سنوات اكثر. نفس الشيء؟ اوكي. راح اسالك سؤال. سؤالي يقول ما فائدة الأذنين؟ ناكل بيهم. شكرا لك حبيبتي. مرحبا رمضان كريم. شلون الصحة؟ ما فائدة الأذنين؟ يسمع بيهم. غير هاي. نكد. لا اكو شغلة ثانية، تدري شنو هي؟ نظف بيهن 24 ساعة. شكرا لكم يا حلوين. مرحبا. مرحبا اهلا وسهلا. رمضان كريم. رمضان كريم. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. سؤالي يقول ما فائدة الأذنين؟ نسمع بيهن.
هاي سمعنا. لا اريد غير اجابه، واجابه غير علميه. غير علميه؟ اي هو بس نسمع بيه بس؟ اوكي شكرا لك. اكيد مشاهدينا لازلنا متواصلين وياكم بهذه الاجواء الرمضانيه الجميله في مول زيونه، ونلتقي مع شبابنا وعوائلنا نشوف منو حيفوز ويانا. طبعا اسئلتنا كلها سهله ومو علميه، يعني كلها تحشيش وضحك وهاي الامور، يعني اجابات عاديه، ما اريد اجابه علميه حتى ما اتعبكم بالتفكير وما اتعبكم بالعلميات. اوكي يلا خليكم وياي. أكيد مشاهدينا لازلنا متواصلين وياكم، ونلتقي مع الست. مرحبا. مرحبا. رمضان كريم. رمضان كريم. شلون الصحة؟ الحمد لله. إن شاء الله بخير. شلون رمضانك؟ يعني زين. زين. انت موظفه لو طالبه لو ربة بيت؟ لا ربة بيت. موظفه؟ لا ربة بيت. ربة بيت، يعني اكيد ما جاي تطلعين وتشوفين الاجواء رمضانيه؟ لا لا. يوميا تطلعون؟ لا اليوم طلعنا. اوكي. راح اسالك سؤال، سؤال يقول ما فائده الاذنين؟ السمع. غير السمع. زين قولي لي اقدم حيوان على وجه الكره الارضيه، ما اريد اجابه علميه. أقدم حيوان. مرحبا. رمضان كريم. شلون الصحة؟ أقدم حيوان على وجه الكرة الأرضية وما أريد إجابة علمية. علمية؟ ما أريد إجابة علمية، أريد إجابة مضحكة. يعني ديناصورات أكيد. لا فشي سهل سهل. فيل؟ يلا. لا لا لا. أقدم حيوان. أنتي شلونك حبيبتي؟ تعاي هنا تعاي. تعاي. يلا حاش احكي لي. يلا قولي هلا. يلا. هاي تسبحي. يعني انت ما تعرفون الاجابه؟ ما اعرفها انت، انا اعرفها. اقدم حيوان. انا اعرف بيه الحوت الازرق. ما اريد اجابه علميه، عوفك من الحيوانات اللي مكتوبه بالجوجل وبالكتب وبال زين منين نجيب؟ منو منو؟ زين خروف؟ ما اعرف. زين التلفزيوناتنا القديمه شنو كان لونهن؟ ابيض واسود. زين هسه قولي لي. زين هسه قولوا لي اقدم حيوان شنو؟ الحمار وحشي. تذكرت. حمار وحشي. اوكي مبروك عليك حبيبتي. يلا اسحبي لي ظرف من هاي الظروف. يا افتحي لي اياها. اوكي اعطيني اياها. طبعا الاخوت فازت ويانا بودي كير وماني كير من ساره سنتر، عنوانهم طاير تحت الواثق شارع 52 مقابل شرطه مركز شرطه العلويه. مبروك عليك حبيبتي. تسلمين. اكيد حبايبنا ومشاهدينا لازلنا متواصلين وياكم وبهذه الاجواء الجميله ويا عوائلنا المتواجدين في مول زيونا. خليكم وياي نشوف هالمره منو راح يفوز وياي. مشاهدينا ونلتقي مع هذه العائله الموجوده يمي. مرحبا. رمضان كريم. كريم شلون الصحه؟ الحمد لله بخير. شلونك يا رمضان؟ والله الحمد لله بخير. بما انه انت اشوفك حامل تصومين؟ لا ان شاء الله يا رب يوفقك و يا رب يعني يعطيك صحه وعافيه. حبيبتي مرحبا. رمضان كريم. شلون الصحه؟ الحمد لله. بس شويه يصير هيجي على ما تطلع بالكاميرا. شلون هاي البنوته الحلوه؟ زهورة وقتها. هاي هوني. راح اسالكم سؤال، سؤالنا يقول علي بابا مذكر لو مؤنث؟ علي بابا مذكر لو علي بابا مذكر لو مؤنث؟ بيناتهم. بيناتهم ماكو هيك علي بابا.
يا فكري منا حرامي حرامي. نعم مؤنث. وانت شو تقول؟ مذكر علي بابا. مذكر؟ ليش مذكر؟ ها؟ غير علي بابا. علي بابا لو صير لو كان يصير مؤنث كان يصير علي ماما. مبروك عليك. يلا اسحبي ظرف. اوكي افتحي لنا اياها. اوكي طبعا الاخت فازت ويانا بطاقه مجانيه من ميلت اندب للشوكولا. عنوانهم صاير الفرع الاول بالمنصور 14 رمضان مجاور مطعم شميساني، الفرع الثاني شارع فلسطين مجاور مطعم فرايد تشيكن، والفرع الثالث مو زيونه بطابق المطاعم. مبروك عليك وبالتوفيق يا رب وبالهنا حبيبتي. اكيد متابعينا ومشاهدينا لازلنا متواصلين وياكم ببرنامج صندقجه. طبعا الجو كلش حلو بمول زيونه والعوائل كلها طالعه، وان شاء الله دوم 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 نبقى هيك بامان وبسلام حتى العوائل يطلعون يتونسون ويرتاحون ويشوفون اجواء بغداد الحلوه. خليكم وياي والتقي ويا هاي الحجيه الموجوده هنا. يا مرحبا. مرحبا اهلا وسهلا. رمضان كريم على الجميع ان شاء الله كل من لبيك حبيبي. احكي لنا عن رمضان السنين الفاتت. والله رمضان يعني قبل كان احسن واحسن مو مثل هسه. من اي ناحيه خاله؟ من ناحيه انه الامان، ولو هسه امان احسن يعني هسه شويه رجع الامان. يرد الامان والحمد لله والشكر. زين احكي لي عن منطقتكم سابقا، جوارين تروحون البعض تتسحرون سوا تفطرون سوا، هسه بقت هاي الحاله؟ بقت لا مو كلش مو مثل قبل يعني. قبل كانت يعني من نزور جيراننا يجونا احنا نروح لهم. صحيح. ايام حلوه معهم يروح معهم يجي. أي. هاي الايام هسه مو هالقد يعني. ليش اقول لك يعني كل ما انسات بابه وقاعد. ليش شنو السبب؟ ما اعرف يعني ما اقول لك يعني الناس تغيرت وهاي، لا بالعكس بس كل من هو اكيد. خلص راح اسالك سؤال. البحر الميت شنو تعرفين عنه؟ وليش مات؟ هو اسمه بحر الميت. لا اكو سر بالموضوع، ليش مات وتعرفين عنه؟ والله ليش اقول لك ما اعرف بس هو اسمه بحر الميت. حبيبتي شكرا لمشاركتك خاله. حبيبتي شكرا. الخاله ما تعرف الاجابه. بحر الميت ليش مات؟ عشان هو مريض. اغششكم بالاجابه. أكيد مشاهدينا لازلنا متواصلين وياكم ونلتقي مع الحجي. مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا. رمضان كريم. الله يخليك. شلون الصحة؟ والحمد لله. تشوفكم كل عام وأنت بخير. شو اسمك؟ صفر. شلونك؟ صفر. بابا صفر. ضرب صوت وين؟ شلونك عمو؟ الحمد لله. شلون الصحة؟ أهلا وسهلا. شلون رمضانكم؟ والله زينين الحمد لله. ان شاء الله يعود عليك وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. امين يا رب اجمعين. راح اسالك سؤال عمو. اي تفضلي. بحر الميت ليش مات وش تعرف عنه؟ شنو هو؟ بحر الميت. اي ليش مات؟ ليش مات؟ اي هو اسمه بحر الميت. لا يعني. اكو سر بالموضوع يعني ليش مات وش تعرف عنه؟ والله ما يعني ما اعرف شنو ليش مات يعني غير صدق صراحه. اي والله ما لك اجابه علميه يعني اجابات عاديه اللي انت سامعها من الناس حياتك. والله سامع هو يعني بحر كبير كلش يعني. اي ويانا يفوت بي يموت يعني هو هذا اللي سامع بيه يعني غير صدق. لا ما قلت يا عمو. اي والله. اي ما اعرف يعني ما تعرف. شكرا لك وربي يحفظ لكم هذا الحلو.
شكرا، رمضان كريم عليكم. ما راح يعرفون الإجابة. بحر الميت ليش مات؟ مرحبا، رمضان كريم علينا وعليكم. شلون الصحة؟ سهلا. ايش قد عمرك؟ هاني؟ ايه عمر 22 سنة. قال عمر 22 سنة. ناسي عمرك؟ لا ما ناسي. شلون ناسي؟ راح اسألك سؤال، بحر الميت ليش مات؟ آخر ميت ليش مات؟ بحر الميت يعني هو اسمه بحر الميت، شنو ليش مات؟ لا اكو سر بالموضوع، انه صار هيك ومات. بحر الميت ايش تعرف عن بحر الميت؟ احكي لي. يعني هو بحر، هو بحر شلون يعني؟ اعرف، كلنا نعرف انه هو بحر، بس ليش مات؟ والله ما يعرف. هي سؤال صعب. سؤال صعب؟ اي صعب. انت ما دارس جغرافيا تاريخ؟ دارس. شلون هاي المعلومات كلها مكتوبه بالجغرافيا؟ بحر الميت ليش مات؟ تذكر؟ شكرا لك، تسلم عيوني. بحر الميت ليش مات؟ ماكو اسهل من هاي الاجابه. خطيه خبلت اقول له دار الجغرافيا، هو مو مكتب بالجغرافيا اصلا. يلا خليكم وياي. أكيد مشاهدينا ومشاهدي برنامج صندقته مستمرين وياكم، حنلتقي ويا شبابنا متواجدين هنا. طبعا راح اسوي واسطة يم المصور على مدى اسوي لقاء وياهم، مو صح؟ لا مو صح. قول لا. لا. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلى أهلا وسهلا، 100 أهلا ومرحبا. على الجميع يا رب. شلون الصحة؟ الحمد لله تمام. تعرف هذا هو هيك؟ يعني بعد يعني مثل ما نقول يعني هو بعد انا هذا يعني شيء انا مقتنع به. يعني هو بعد ايرات يعني انا بعد مجرد حبيته. ايه حبيت يعني وانا بعد هذا يعني ديزايني. خلي اندار مرحبا، رمضان كريم علينا عليكم. شلون الصحه؟ الحمد لله تمام. وليش تبتعد؟ لا ما مبتعد. اوكي شلون رمضانكم هاي السنه؟ والله رمضان زين يعني. اول يوم تطلعون ولا دائما تطلعون؟ لا والله دراسه ما اطلع دائما. اوكي الله يوفقكم. عندي سؤال لكم، سؤالي يقول بحر الميت ليش مات وشنو السر بالموضوع؟ ايش تعرفون عن بحر الميت احكوا لي. العفو ما سمعت. بحر الميت ليش مات؟ بحر الميت ليش مات؟ ليش مات؟ أيه؟ هو اصلا البحر الميت بحر مالح، مو أيه؟ ليش مات؟ هو بحر مالح. لا انا دا اسالك ليش مات البحر؟ بحر؟ بس ما تعرف؟ بس هو يعني بحيره. زين احكي لي ايش تعرف عن بحر الميت؟ انا ادري فيه نسبه املاح كثيره يعني. اوكي هذه ندري بيها. وبعد؟ ما يعيش فيه الاسماك يعني، الاسماك ما تعيش فيه. اوكي وبعد؟ يعني ما مصير فيه حتى المي ما تعيش. حتى ما راح تعرف ليش مات؟ لا ما اعرف. انت هم ما تعرف ليش مات؟ عرفت؟ اوكي شكرا لكم ولمشاركتكم وياي. اكيد مشاهدينا لازلنا متواصلين وياكم في حلقتنا هذا اليوم من برنامج صندقته، خليكم وياي ولا تروحون بعيد. مشاهدينا ومستمرين وياكم. مرحبا. رمضان كريم. رمضان كريم. شلون الصحه؟ الحمد لله. شلون رمضانك؟ والله الحمد لله يعني على الجو اللي ما شاء الله كلش بارد. اكيد الله يوفقك. عندي سؤال لك، سؤال يقول بحر الميت ليش مات؟ وشنو تعرف عن بحر الميت احكي لي. كل ما تعرف. ما بي انت ما دارس جغرافيا؟ غير سؤال؟ لا ما عندي غير سؤال. يعني ايش تعرف عن جغرافيا؟ شنو يعني الجغرافيا؟ انا اول ما توصل تركي يعني بحر الميت انا اعرف ايش ميت. شو بحر الميت؟ طبعا يعني لان ما حد ما يوصلها مثلا؟ لا خلي انا اوه للمشاهدين ايضا، اسئلتي كلها تحشيشيه ومضحكه بعيدا عن الاجابات العلميه، لذلك اريد السؤال لا تقول لي خساره. ما عندي سؤال ثاني، حاول. والله العظيم يعني المي ماله مالح؟ لا
زين شنو فائدة الأذنين؟ على مود نسمع بيهن. بعد منين نسمع؟ مو فائدة ويساعد الدماغ. زين راح أحاول أساعدك. لو فرضا إحنا ما عندنا أذن، شلون راح نسمع؟ بالإحساس. ما نسمع إحنا إذا ما عندنا. بس الإحساس والعيون يعني ما هي تهم الله. لا. لغة نسمع. الإشارات. لا مو هذا. إشارات واحد. ما نسمع شلون نسمع. يلا أوكي شكرا لك. مرحبا. رمضان كريم. شلون الصحة؟ شفت الله يسلمك. تعالوا هيك خلي أصير بنصكم. يلا. منا 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 شلون الصحة؟ شلونك شفت الله يخليك. شلون تشوفون أجواء رمضان هاي السنة؟ لا زين. أجواء مال بشكل عام. لا. حلوة. أوكي عندي لكم سؤال. سؤال يقول بحر الميت ليش مات؟ هو مو مات من كثرة الأملاح اللي فيه. لا ما أريد إجابة علمية، أريد إجابة هيك مضحكة. ليش مات؟ إيه. إيه كودن ما يعيش بيه أي كائن حي. لا مو هيك. هذا مو هيك الموضوع. أنت ما تعرفين ليش مات؟ أبد. من نوم من نوم. زين شلونك؟ تعالين داري هيك داري هيك. شو اسمك أنت؟ شو اسمك؟ زينب. زينب؟ ايه. يا صاب. بعدني ما مسجلة. بعدني ما مسجلة. انت ليش هيك حلوة؟ ليش حلوة هيك؟ يلا حبيبتي. وانت شو اسمك؟ زهراء. زهراء وانت؟ انت داري هيك على الكاميرا، انت تعالي منا. يلا. انت شو اسمك؟ نور. شو اسمك؟ نور. وانت؟ زهراء. زهراء. وانت شو اسمك؟ احسين. احسين. انت تروح للمدرسة؟ لا بعدني. ليش بعدك صغير؟ لا كبير. كبير ما شاء الله. الله يحفظ لكم اياه. رمضان كريم عليكم يا رب. شكرا لكم. متواصلين وياكم مشاهدينا ونلتقي مع السيد. مرحبا. مرحبا. رمضان كريم. حياتي رمضان كريم عليك. شلون الصحة؟ تمام الحمد لله. شلون أجواء عملك؟ شلون مرهميها ويا رمضان؟ والله بصراحة أنا كنت مسافرة ورجعت صار يومين تقريبا. شلون تشوفين أجواء رمضان؟ والله أجواء رمضان يعني بالنسبة لبغداد يعني ما توصفها بصراحة. وين شفتي قاعدة ولا سر؟ كنت بتركيا. تركيا. اسطنبول. الفرق بين بغداد وتركيا أكيد فرق كلش كبير، لكن الأجواء العائلية احكي لي عنها. والله هو أنا رجعت مخصوص على مود الأجواء العائلية، لأن يعني بصراحة الواحد وحده يعني حتى هناك يمكن آكل سندويشة أشبع بها، أما بين العائلة والله اليوم جدر دول ما قضينا عليه بصراحة. بالعافية. وزن 62 يمكن طلع 70. أكيد بالعافية عليك. حياتي. عندي سؤال لك. نعم. بس أسئلتنا كلها يعني هيك تحديثية أو مضحكة. بعيدا عن العلم سؤالنا يقول بحر الميت ليش مات؟ بحر الميت ليش مات؟ انا اقول لك ليش؟ كان يلعب ببجي منعوها علي مسحوها من اللعبه انجلط ومات ما في لان الببجي جلطت الشعب العراقي كله بصراحه. حبيبتي هو يعني ممكن ترهم الاجابه لان هو اوكي ماشي. ممكن يقول مريض؟ اي كان مريض ومات. لا مو هو المرض يطيب بس شاف الشعب العراقي ذا مواطن منعوا عليه البوبجي ايش يسوي؟ كلهم يموتون، اسم الله على الشباب يعني اللي يلعبون الشارع عليهم بطين مدارسهم شغلهم هاي الامور كلها على المدن. الحمد لله انا عندي منزلتها بس ما اعرف مره واحده كترت واحد بها وطلعت. اكيد ايش حبي ظرف من هاي الظروف؟ خير الامور اوسطها. اوكي. مو؟ هذا يطلع. يلا افتحي لنا اياها. نشوف يلا. نشوف في الكاميرا. مبروك
على H6 جلسة تقشير الماء بجهاز هيدروفيشال من مركز العبد للتجميل والليزر. عنوانهم صاير بديونة تقاطع الجسر الرباعي الشارع الخدمي المؤدي إلى سريع محمد القاسم. مبروك عليك. حياتي. شكرا. حبيبتي إن شاء الله تزوريهم إن شاء الله. طبعاً أنا ما أحب التجميل بتركيا، وين ما كان أروح يقولوا روح التجميل سووا ما أعرف شنو. أنا ما أحب التجميل، أحب الطبيعة. أكيد بس الطبيعة أحلى، بس هاي جلسة تقشير عادية يعني جمال. نظارة وتنظيف هيك. والله هو واحد يحتاج بصراحة. شكراً شكراً جزيلاً. رمضان كريم عليكم. حبيبتي والله يوفقكم إن شاء الله. تحياتنا لكم. آمين يا رب. حياتي أنتِ. طبعاً وبهذه الأجواء الجميلة رمضانية من موزيونة وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلتقيكم غداً إن شاء الله بهيج وقت. إلى اللقاء.